بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نختم بموضوع عاوز أفرح أو شهوة الفرح. إحنا قلنا موضوعنا الشهوات الروحية، وبعيد وزيد عشان نعيش بالفكرة دي طول الصيام، إن إحنا عاوزين نعمل شيفت من شهواتنا الجسدية، إن كانت أكل وشرب أو كرامة وفلوس، إلى شهوات روحية. إن الواحد يشتاق يقعد مع ربنا، يشتاق للإنجيل، يشتاق للتناول، يشتاق للخدمة. من أكتر الشهوات اللي بتلح على كل الناس شهوة الفرح. المسيحي عاوز يفرح وغير المسيحي عاوز يفرح. غير المسيحي بيحط فرحه في الإنجازات، في الأكل، في الفسحة، في الفلوس، في الشرب، في الخطية، وبيعتبر ان ده مصدر الفرح، وبيكتشف انه مش مفرح قوي بس ما عندوش بديل، ما يعرفش غير كده، فبيفضل عايز بيدور على الفرح، والفرح يجري منه، يدور عليه يجري منه لغاية ما يخلص العمر ومفرحش، ويدخل من حزن العالم الى كآبة الجحيم، لانه فقد سر الفرح، معرفش يلاقي الفرح. احنا عندنا مصدر تاني للفرح، عندنا شهوة الفرح متجهة اتجاه مختلف. عارفين كويس ان الدنيا بكل افرحها ما بتفرحش، عارفينها ودقناها وجربناها والمفروض اقتنعنا، ودقنا فرح اخر، فرح تعزية الصلاة، فرح الخدمة، فرح التسامح، فرح التوبة والغفران، دقناه، وعارفين ان كل ما نمشي في السكة دي فرحنا يزيد، وبالتالي شهوتنا للفرح تزيد. عاوز اخد نص كده صغير من مزمور 37 اختم بيه المؤتمر، لعله يفضل في ذهننا طول فترة الصيام. يبدأ بكلمة جميلة بتقول ايه؟ تلذذ بالرب. كلمة فرح دايما معاها كلمة لذة، هو اي حاجة لذيذة بتفرح. انما احنا بقى عاوزين نوصل الى المفهوم ده، يبقى ده شعار الحياة، تلذذ بالرب، انجوي ربنا، delight yourself in the Lord، يعني ركز في ربنا تفرح تلاقيه لذيذ، ولذة ربنا ما تروحش زي لذة الدنيا، ما تأذيش، ما تتعبش، ما توجعش، ما تخدعش. تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. هقرأ النص وبعدين نحلله. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، يخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له، ولا تغير من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغير لفعل الشر، لأن عامل الشر يقطعون، والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. بداية الكلام تلذذ بالرب. سر الفرح في الكلمتين دول. احنا احبائي عندنا فرصة نتمتع بربنا صبح ظهر ليل، بس احنا مشغولين عنه، ملهيين عنه، لسه متبرمجين برمجة الدنيا، ان انا ممكن اتلذذ بالتلفزيون، بالاخبار، بالحكاوي، بالقهاوي، اوكي، وارجع تاني حاسس اني فاضي وربنا قاعد جنبي، لو حكيت معاه هلاقي الحكاية لذيذة، بس انا اللي مش متعود، او مستكتر، او مستغرب، او مش عاوز اركز. تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك. اولا تلذذ بالحديث اليه. ايه رأيك تجرب انك تحط كل صغيرة وكبيرة وتحكي مع ربنا، ارغي مع ربنا، وبطل رغي مع الناس. دخل ربنا في كل حاجة، مع كل مريض، مع كل عيل من عيالك، في كل مشوار تعمله، في صحتك، في دماغك، في خطاياك. ربنا الوحيد اللي ما بيزهقش من الحكاوي، ما بيزهقش، مهما قلت له في اي موضوع ما يزهقش. الناس بتزهق وانت نفسك تحكي مع الناس وتقول يا ريتني ما حكيت. الوحيد اللي تحكي معاه عمرك ما تقول يا ريتني، ربنا. فتلذذ بالحديث معاه. بص يقول ايه في رؤية 3 المسيح،
يقول أنا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وإيه وأتعشى معه. هي إيه قعدة العشاء بتاعت بالليل دي؟ حكاوي. فربنا عاوز يدخل عشان يقعد معاك تحكي. صدقوني كل اللي بيشكو للناس بيرتاحوا جزء صغير، وغالبا الراحة بتتبخر بسرعة، وساعات ما يرتاحوش. بالعكس تيجي تشكي تلاقي اللي قدامك يعني ما احترمش الشكوى، او ما قدرهاش، او ما حسش بيك، فتطلع من القعدة متضايق اكتر. لا يمكن تشكي لربنا همك الا وهتدوق حتة لذيذة، شوية راحة على الاقل. مرة في مرة هتلاقي سعادة وسلام غريب حتى والمشكلة لسه موجودة. تلذذ بالرب. اللي بيقول الكلام ده واحد داقه، ما بيقولهاش كوصفة نظري. داود كان عايش كده. داود قضى حياته على فكرة أغلبها ألام، 70 سنة الراجل عاشهم على الأرض، تقريبا حياته كلها وجع. قعد فترة في بيت أبوه آخر واحد مهمل، بيعتبروه زي البهايم. لما جي عم يسا صمويل يزور أبو صمويل يزور يسا، فحط 7 عيال وساب 8 مع الغنم اللي هو داود. فواضح انه ما كانش شبعان في بيت ابوه، بس كان متلذذ بربنا مع الغنم وهو عيل صغير. اول ما اتمسح ملك ابتدت الاوجاع. قعد له بتاع 15 سنة هربان في الجبال من شاول. اول ما قعد ملك بقت المشاكل ما بتخلصش قصاده. شاف مشاكل في بيته مع اولاده، حياته مليانة مرار، ومع كده الوصفة اللي بيقولها لك ايه؟ تلذذ بالرب. الحاجة الممتعة الوحيدة اللي في حياة داود المزمور، الصلاة، الحكاوي، الخلوة اللي بيعرف يعملها بالرغم انه كان ملك وكان مشغول جدا. وبعدين بيدينا خبرته، يقول ايه؟ يعطيك سؤل قلبك. يعني ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك عيالك يمشوا كويس؟ طب اقول لك انجوي ربنا، تلذذ بربنا، عيالك هيمشوا كويس من غير ما تزن على عيالك، هيتظبطوا لوحدهم. نفسك ايه؟ مشكلة تتحل وهي معقدة؟ اقول لك ادي وقتك للصلاة والانجيل وانسى الدنيا، المشكلة هتتحل. تلذذ بالرب، يعطيك سؤل قلبك. ده امر سهل ووعد رائع. امر سهل لانه مش بيقول لك هنا اعمل 1 2 3 4 10، ده بيقول لك اتلذذ. مش بيقول لك حاجة تقيلة على قلبك، بيقول لك استمتع. وفي المقابل الوعد ايه؟ يديك كل اللي ممكن تحلم بيه. سؤل قلبك يعني كل اللي عدى على قلبك كده حتى كحلم بعيد هيبقى تحت رجليك. احنا بنختار الطريق الصعب، ان احنا نقاوح في سؤل القلب ونفرك على اللي نفسنا فيه ونتحدى الدنيا ونخبط ونرزع عشان نوصل. وفي طريق سهل جدا اسمه ايه؟ تلذذ بالرب. اقعد واشبع بربنا، هتلاقي اللي كان نفسك فيه بيجي لغاية عندك من غير ما تعمل اي مجهود. تلذذ بالاستماع اليه. على فكرة ربنا بيتكلم، وبيتكلم مش قليل، وبيتكلم جوه قلبك وبره قلبك، بيتكلم في ودانك، بيتكلم في عقلك، بيتكلم قدام عينيك. ربنا بيتكلم كتير قوي بس مش لاقي اللي يسمعه. ولو سمعته هتحس بسعادة. لو وصلتك رسالة أنا بحبك، أنا معاك، أنا مسؤول عنك، أنا بحضر لك السماء، اللي فات مات، طول النهار ربنا بيقول رسائل من النوع ده. بس احنا ما بنسمعش. ليه؟ أنا بسمع صوت دماغي اللي عمالة تتخانق، أنا بسمع صوت الناس اللي عاملين دوش، أنا بسمع صوت الميديا اللي ما بتسكتش. طب يا حبيبي ما أنت عشان كده مش مستمتع. افتح ودانك وافتح عينيك، لأن العينين بتستقبل رسائل. تلذذ بالاستماع إليه. تلذذ بالالتصاق به. الحضن الإلهي أجمل موقف فيه هو الإفخارستية، هو التناول. أنت لما بتلزق في ربنا دي لحظة أمان ملهاش بديل، لأن المسيح صاحب الكون ده كله، ضابط الكل، اللي في إيده الدنيا كلها، أنت بتاكله أكل، أنت بتلتصق به، بتثبت فيه ويثبت فيك. ودي حاجة قليلة دي. تلذذ. تلذذ بربنا بالشغل معاه. الخدمة لذيذة،
فعلا. واي حد بيخدم من قلبه يقدر يقول معايا بمنتهى الثقة الخدمة لذيذة وألذ حاجة في الدنيا. ليه؟ انك بتشتغل معاها، في حاجة احلى من كده؟ ده لو بتشتغل مع رئيس البلد مش ممتع زي ما تشتغل مع ربنا نفسه. قديس بولس يقول نحن عاملان مع الله، نشتغل ايدينا بايديه. صحيح اي يعني كلام يعني على قدنا، بس هو راضي ان احنا نشتغل معاه. هو ده مش حاجة لذيذة دي؟ يا بطرس انت كنت مبسوط في صيد السمك ولا مبسوط في صيد الناس؟ يقول لك لا، صيد الناس متعب بس مبسوط. ليه؟ اصلي بصيد مع المسيح. انا في صيد السمك ركب معايا المركب مرة ونزل، في صيد الناس ركب المركب منزلش. طول ما انا بصطاد ناس شغال معايا على طول، قاعد كتفه في كتفي. انما في صيد الناس انا بسيبه على الشاطئ وبقعد اعد السمك واعد صوابعي من الزعل. يبقى تمتع بالخدمة، لان الخدمة شغل ملاصق لله، يعطيك سؤل قلبك. لما ربنا يستجيب ما تبطلش تشكر. ليه؟ لان الشكر كمان لذيذ. فاستمتع بالاستجابة، استمتع بكل ساعة بتعدي في حياتك وقول اشكرك يا رب انها عدت، عدت على خير. احنا جماعة دايما بصين للي ما حصلش، مش لاحقين نعيش اللحظة، دايما بنجري وبننهك. طب يا حبيبي ما اللحظة دي عدت، انت اللحظة اللي قبلها كانت عينك على اللحظة دي، جت ومشيت كويس. طب ليه ما هياش لذيذة؟ لانك عايز دايما في المستقبل. اغلب البشر عايشين في المستقبل وعشان كده مش عايشين، لانه عايش قصة لسه ما حصلتش. بينما هي لو عشت اللحظة واستمتعت بيها بكلمة اشكرك يا رب، هتلاقي الدنيا لذيذة قوي، لانك حطيت ربنا في الموضوع. طبعا في فئة من الناس مش عايشة المستقبل، عايشة الماضي، ودول برضو اكثر كآبة. الوحيد اللي عايشها لذيذة، عيشة لذيذة، هو اللي عايش لحظة بلحظة ايده بايد ربنا، اشكرك يا رب في كل لحظة. انت عايش كسبان على طول الخط لو عشت القاعدة دي، كسبان كل حاجة، كسبان انك مع ربنا، وكسبان انك عمال تحوش في السماء رصيد وكنز، وكسبان انه كلام ربنا بيغنيك، وكسبان ان همك بترميه عليه، وكسبان حب الناس. انت الحقيقة عايش عيشة ملوكي، لمجرد انك مشيت بالقاعدة بتاعت تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك. سؤل قلبك ساعات ما يكونش ناضج على فكرة. وانت بتستمتع بربنا في الاول هيبقى سؤل قلبك ايه؟ الصحة والعيال والعمر والستر، وربنا ياخدك على عقلك. وبعد شويتين لما تتلذذ بيه تقول له لا ده انا كنت مغفل، لا الكلام ده مش هطلبه تاني، انا مش هطلب اقل من السماء، وانا وعيالي وكل اللي بحبهم ونتلم عندك في السماء. حتى سؤل قلبك هينضج. سؤل قلبك في الاول زي ما الناس كلها عاوزه، اللي هي عاوزه اللي تحت عينيها بس، لكن مع التلذذ بالله يحصل نضوج حتى في سؤل القلب. الآية اللي بعدها لا تقل جمالا عنها، تقول ايه؟ سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. يعني ايه؟ احنا موضوعنا شهوة الفرح، عاوز اعيش فرحان تحت ايدك، مش محتاجة خالص تغير ظروفك، حتى لو في سجن صدقني تقدر تعيش فرحان، حتى لو مريض، لان ربنا هو سر الفرح وربنا مش بعيد عن حد. سلم للرب طريقك، يعني ايه؟ من ايد لايد في حركة كده عاوزين نتعلم نعملها. ازاي تاخد الشغلة اللي في دماغك دي، الهم ده، الموضوع اللي واكل عقلك، وتطلعه كده وتحطه في ايد ربنا وتلاقي بمخك راق. هي دي سلم، سلم الشيلة عشان تروح فرحان ومرتاح. تدخل الكنيسة تدلق وتطلع فرحان، تدخل للإنجيل تدلق تطلع فرحان، تمسك الإجبية تدلق تطلع مبسوط. هي الحكاية بتمشي كده، سلمها لربنا. لازم تتأكد دايما ان ايدك فاضية. يعني ايه؟ ليه تشيل ومعاك واحد كبير يشيل؟ ليه تشيل؟ تصور ان انت مأجر شيال
ومصر تشيل شنطة 30 كيلو يقولوا عليك ايه؟ طب جبته ليه يا عم؟ عامل زي جحا، فاكرين جحا والحمار بتاعه اللي في الاخر كان هو اللي شايل؟ طب انت عامل كده ليه؟ هو انت مش مأجره، هو ربنا يحب يشيله وماشي جنبك، طب ما تشيله، تشيله وتشيل، تقسم الشيلة ليه؟ هو يشيلها كلها. اللي ايده فاضية معناها ببساطة انه لا يحمل اي هم، وده موضوع الانجيل النهاردة، لا تهتموا، ما تعولش هم حاجة، لانه هو اللي شايل، شايلك بكل الهموم اللي عليك لانه بيحبك بجد. قديس بولس مرة يقول ايه؟ لهذا السبب احتمل هذه الامور ايضا، لكني لست اخجل لاني عالم بمن امنت وموقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. الوديعة حاجة غالية عليك، الوديعة دي في ايده هو، وديعة عمرك وبيتك وصحتك وولادك وكل حاجة، هو يحفظ الوديعة تمام. اتكل عليه وهو يجري، يعني ايه؟ هو يخلص لك المشاوير، يخلص لك الامور كلها، بس اتكل. احنا ازمتنا، بصوا النص كله بيدور اعمل وشوف ربنا هيعمل ايه، تلذذ يعطيك سؤال قلبك، اتكل هو يخلص ويخلي الحكاية تمشي فل بدون تعقيدات وتسهيلات غريبة. اتكلم قليل وفتح عينك قد كده، بص شوف ربنا هيعمل ايه، بس اتعلم الطريقة ازاي ترمي عليه، وبعد كده انتظر، توقع طبعا الاستجاب، لان ربنا ده ما مش شخص يعني يقول كلامه خلاص، لا لا، بيوعد ولا يمكن يخلف ابدا. لما تلاقي حاجة واقفة مش راضية تمشي، قول المشكلة عندي انا في برنامج التسليم، انا اللي مش عارف اسلم، انا اللي مش عارف احطها في ايده، هي عطلانة، مش لان ربنا مش قادر، لا لا، هي عطلانة لاني انا اللي مش عارف ارمي عليك كفاية. فالعجز عندي انا لاني مش بتلذذ، مش بتكل، مش بسلم. بصوا كل الكلمات جميلة، تلذذ، سلم، اتكل، كل حاجة هتمشي لوحدها. يخرج مثل النور برك، دي الوعود بقى، مش بس يعطيك سؤل قلبك، مش بس يجري او يجري يعني كل حاجة هتمشي كويس، لا، ده انت نفسك هتنور، لمجرد انك قاعد مستمتع بربنا هيطلع منك نور، هيطلع من جوه البر، تلاقي مخك نور وقلبك نور ودنيتك كلها منورة والدنيا ماشية جميلة قوي. اذا النور مش بيطلع بالانجازات، النور بيطلع بدرجة الاتكال، مش بكتر الخدمات يبان تقوى الشخص، بدرجة اتكاله على ربنا بيبان نوره. يعني أمنا العذراء أكتر واحدة في التاريخ عرفت تعمل الكلمات دي، أمنا العذراء خجولة جدا وبسيطة جدا، لكن هي متلذذة بربنا، هي عايشة داخلها. في الفن القبطي يرسموا عين العذراء بتبص جواها، ودي أصعب ما في الفن القبطي، إزاي ترسم العين بصة جواها، يحاولوا يعملوها بالطريقة دي، فطبعا تحس ان عينيها ساعات مش مركز لانها بصة جواها مش بصة براها، هي عايشة في ملكوتها الداخلي. يقولها المجوس تحت رجليها، ملوك بيسجدوا لابنها، ما تحكيش ليه؟ جوه، هي حياتها جواها مش براها، بتفكر في اللي بيحصل وتسبح ومع ربنا، متلذذة، متكلة، مسلمة، تبقى منور، وشك هيضيء. يقول لك يخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة، يعني لو ليك حق يطلع زي الشمس، يطلع زي الظهر، فانت مش محتاج تجري حتى على حقك، حقك يجي لك لغاية عندك، بس لو عرفت تسلم وتتلذذ. اللي بيخلينا يا احبائي مش عارفين نعمل الكلمتين السهلين دول، شكلهم سهل، تلذذ، اتكل، سلم، عارفين ليه مش عارفين نعملهم؟ عشان الكبرياء، عشان انا بتكل على نفسي وانا بنبسط بنفسي وانا مسؤول عن نفسي وعن عيالي وانا مشغول بروحي، فمش عارف، مش عارف لا تلذذ ولا اتكل ولا سلم. التواضع بقى يخلي الامور دي تطلع منك بتلقائي، طول ما انت متواضع هتلاقي الدنيا لذيذة وسهلة. اختم واقول انتظر الرب واصبر له.
إذا كنت عايش مركز في إنجيل وصلاة وتناول وخدمة، أنا قلت أربع كلمات، عايش بتتلذذ بالصلاة وتتلذذ بالإنجيل وتتلذذ بالكنيسة وتتلذذ بالخدمة، هيحصل إيه؟ هتبقى دايما في وضع انتظار، انتظار بقى التعزيات، انتظار الاستجابات، انتظار التغييرات. انتظر الرب واصبر له، لا تغيير من الذي ينجح في طريقه. اللي يعطلك انك تبص بعينك كده، بدل ما تبص على ربنا تبص على واحد راكب عربية اكبر من عربيتك. ليه بقى الحركات دي بقى؟ انت فاكره سعيد؟ انت فاكره فرحان؟ ليه تضحك على نفسك؟ ليه تبص حواليك؟ ليه ما فضلتش عينيك على ربنا؟ لا تغيير، ما تغيرش من حد، لان ده بيوقف البرنامج خالص بتاع التلذذ وبتاع الاتكال. لو ربنا تأخر عليك ما تنزعجش، تأكد انها مصلحة. ولو ربنا تأخر عليك ما تشكش، لان هو سامع كويس قوي، سامع كويس قوي اللي انت بتقوله، سامع حتى الانين، سامع التنهد، سامع الكلمة اللي ما طلعتش من لسانك، بس هو عارف الوقت وعارف الشكل اللي بيستجيب بيه، وعارف يقول لك ما تفرح بي وفي الاخر هفرحك باللي نفسك فيه، بس انا عاوزك في السكة تفرح بي. انا انت ليه عاوز تفرح بحاجة توصل لها؟ طب ما انا معاك، افرح بي انا، وبعد كده كل اللي نفسك فيه افرحك بيه في الوقت اللي انت ما تعرفوش. لو ربنا تأخر احذر من التذمر. التذمر معناه انا مش عاوزك انت يا رب، انا عاوز اللي طلبه منك. معناها كده كل واحد بيتذمر معناه بيقول له انا زهقت منك، انا مش عاوزك، ما تسمع لي وتجيب لي اللي انا عاوزه وخلصني. زي الابن الضال مع ابوه، هات الفلوس بتاعتك وخليك انت في حالك. وقت الانتظار انت ايضا في حال التلذذ، يعني وانت مستني ربنا ما تقطعش التلذذ. اوكي، بولس كان في السجن مش عارف يطلع ولا لا، بس هو انجوينج السجن، هو قاعد يصلي. كنت من اسبوعين في روما وشفت المكان اللي كان مسجون فيه بولس، مكان الحقيقه صعب قوي، يعني اوضه واضح انها كانت يعني ما لهاش غير شباك يتيم كده، وسجن زي الافلام كده، حاجه كئيبه يعني. ازاي الراجل ده كتب افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا؟ ازاي الراجل في السجن ده كان بيسجد عشان العالم كله يعرف المسيح؟ ازاي طلع الرسائل العميقه دي من المكان الكئيب ده؟ لان هو ما كانش مستني يطلع امتى، ما كانش فارق معاه يطلع او ما يطلعش، حتى هو كان المسيح جوه السجن معاه، هو مستمتع حتى بالسجن بتاعه. يا بخته، احنا بنستنى المشاكل تخلص عشان نستمتع، فعمرنا ما بنستمتع. انتظر الرب، وانت منتظره خليك برضو متكل، وانت منتظر خلي دايما عندك رجاء، لا تفقد رجائك ابدا وانت منتظر ربنا. لا تغير ولا تغضب، يقول كف عن الغضب واترك السخط. اللي يقطع الكهرباء بقى الروحية، اللي يفصل خالص نفسك عن ربنا، انك تدخل في حالة من الاتنين دول، يا غضب يا غيرة مر، احذر من دول. وانت عايش مستمتع بربنا، اياك والغضب واياك والغيرة. اول ما هتقارن نفسك بالناس هتقع في حتة بايخة قوي، انت اغلى من كل الناس، انت لا تقارن باحد، انت عند ربنا ملكش مثيل وملكش بديل، لانه اب احلى من اي اب. فمفيش حاجة اسمها اشمعنى، اشمعنى دي مش بتاعتك، دي بتاعت الخدمين، بتاعت العبيد، مش بتاعت البنين. لا تغيير ولا تغضب، مش معنى الدنيا ما مشيتش زي ما انت عاوزها تمشي تتشنج وتقفش، هي ماشية زي ما هو عاوزها تمشي، وكله في الاخر ليك. الغيرة والغضب أعداء الفرح، إذا كان عندك شهوة فرح احذر من دول. الغيرة ضد التلذذ، اللي بيتلذذ بربنا ما عندوش أدنى أزمة إن الناس تسبقه والناس تبقى شكلها أحلى منه، ما عندوش أزمة، هو عايش في ملك تاني مستمتع بوجود ربنا. الغيرة والغضب بنات الشهوات الجسدية، دول سيبهم للناس اللي حياتها فلوس وحياتها كرامة وحياتها جسد،
فدول ما طبيعي يعيشوا غضب وغيرة طول الوقت، لكن انت مش حياتك في دول، انت حياتك مع ربهم. يبقى اختم كلامي واقول روشتة اليوم السعيد او روشتة الفرح 4 كلمات، بصوا لهم كويس، 3 امر و2 نهي، بصوا عشان هتحفظوا: تلزز، سلم بين قوسين اتكل عشان اللي يحط دي او دي، اصبر او بين قوسين انتظر، وحاجتين ايه؟ لا تغير ولا تغضب. ها بصوا لها كويس عشان مش عاوزين ننساها. اول ما تلاقي نفسك مش مبسوط ما تقولش ان في مشكله بره هي السبب، لا 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 لا، المشكله جوه، العطل جوه مش بره. ما تقولش المرض السبب ولا الناس السبب ولا البيت لا، انت مش عارف تتلذذ او مش عارف تتكل او مش عارف تنتظر او وقعت في حالة غيرة او حالة غضب يطيروا الفرح. الروشتة دي مش صعبة بس عاوزة تركيز، تخلي الواحد مستمتع بحياته ويدخل من فرح الله على الارض الى فرح ابدي في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.